إلى جانب أهم الشركات اللبنانية في الديكوانة، أي شركة ألفا للاتصالات وشركة هولدال أبو عضل وجمعية اللبنانية للأوتيزم التوحد في تعاون بناء لخير المجتمع. وأنني أشكر من صميم القلب إدارة هذه المؤسسات الكبرى على ثقتهم ببلدية الديكواني وعلى تعاونهم في مشروع نظام العنونة الموحدة في الديكواني، والذي يدل على تطور واضح في العمل البلدي ورغبة مجلسنا الكريم بالانطلاق في مواكبة التطور الرقمي الحاصل في العالم ولبنان، والذي يسهل على أهالي الديكواني وتجارها وصناعيها وزوارها الوصول إلى العناوين والشوارع والأبنية والوحدات السكنية بسهولة فائقة. وهنا ندخل في منظومة المدن المستدامة من أجل مجتمع أفضل. وأشير هنا إلى أن الطاقات الفكرية والبشرية في الديكواني بشكل خاص ولبنان بشكل عام تخولنا أن نسير باتجاه المدن المتطورة لنكون على غرار المدن العربية والأوروبية المتقدمة ونموذجية. ربما ينقصنا بعض التمويل لعدة ظروف، ولكن عندما يكون هناك ثقة بنا وإرادة بالتطور عندنا يحضر التمويل كما يحصل اليوم أمامكم في تدشين مشروع من أجل مدن مستدامة. ونشاط الرسمي على الجدران من خلال عدسة التوحد للفنان علي طلايس مشكورا، الذي يبعث من خلال هذا العمل الفني الراقي رسالة فن وإبداع ومساندة لذوي حالة التوحد، حيث تترتب علينا مسؤوليات تجاه من يعاني هذه الحالة، وأختصرها بالتالي: أولا، دعم الأهل معنويا. ثانيا، تأمين الأفضل للولد الذي يعاني من التوحد. ثالثا، توعية المجتمع حول حالة التوحد. رابعا، وجود مدارس متخصصة ومحترفة لحالات التوحد. وهنا لا يسعني إلا أن أشيد بعمل الجمعية اللبنانية للتوحد وكل ما تقوم به من تقديم المساعدة المعنوية والخدماتية والمتابعة التعليمية والمرافقة لأطفال التوحد من خلال فريق من ذوي الخبرات والاختصاص. وأنني أتعهد والبلدية بوضع كل إمكانياتي في سبيل دعم عملكم الإنساني النبيل الذي يصب في خدمة المجتمع والإنسان. أيها الأعزاء، لا أحد ينكر حجم الأعباء والصعوبات والمسؤوليات التي تقع على عاتقنا كعاملين في الشأن العام في لبنان لظروف كثيرة لا جدوى من تكرارها، ولكن لا تثنينا كل هذه العراقيل عن السعي والعمل وبذل أقصى جهدنا وطاقتنا من أجل السير نحو مدن مستدامة ذات المعايير النموذجية في السير والطرقات والمواصلات والهندسة العمرانية والمباني المفردة وأماكن المشاة وتقليص من حجم تلوث الهواء والمياه وتقلل استخدامنا لمصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على الثروة الحجرية والنباتية لأهميتها في مساندة الطبيعة والبيئة في تبني نفسها للوصول إلى مدن مستدامة. معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك، شرفتنا، لك بصمة بالاتصال وإن شاء الله بهالوزارة أكيد حيكون لك بصمة. هذه تاني مرة حضرتك تشرفنا على الديكواني، أول مرة كنا بندوي حول الوضع الاقتصادي للبنان، هل هو معارض للانهيار؟ كان عندك محاضرة قيمة، يمكن أفضل هلأ بالشغل حضرتكم بالوزارة إلى موازنة إن شاء الله يقدر يعول لبنان منا نتيجة جيدة. نشكرك على وجودك وأهلا وسهلا فيك، نحن نفتخر فيك. أما رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة ألفا للاتصالات المهندس الأستاذ مروان حايك، شكر خاص من صديق ومن خير، لأن أول ما إجا على بلدية الديكواني هون الشركة أكيد كان تعاون نحن وياه من ناد للناد، وصدقوني أنه بكل أي شغلة معينة كان الحديث ينتهي مش بخمس دقايق، بدقيقتين، هو يقول كلمة أنا أقول كلمتين وينتهي هون الموضوع. نزقف له أكيد. بشكل خاص أيضا الأستاذ ريمون أبو عضل رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة هولدال،
هون بحب كمان قول انه حضرتك الاب الروحي لمدينه الدكواني، اضافه الى صديق عزيز دكتور نزار يونس اللي هو جارك سلك البيوس او بيتاك. نحن هون من ايمكم انا كشخص كاب. الله يطول بعمرك والله يخليكم دائما سندي لمدينه الدكواني. اشكركم مجددا على التعاون والثقه ببلديه الدكواني، وعاهدكم ان نواصل التعاون في مشاريع ناجحه كما حصل اليوم، وكل هذا من ايماننا بضروره خدمه اهلنا ومجتمعنا، ومن دعم مؤسساتكم وعملها في المسؤوليه الاجتماعيه، كما اخص بالشكر رئيس مجلس اداره ومدير عام شركه سي ام سي، رئيس بلديه خشتاير الاستاذ موريس كرم. اضافه الى ذلك بشكر شركه جي اس ام استاذ عبد الله صيميس اللي هو نفذ لنا اودي العنوانه الموحده، اضافه لتقييم الابنيه اللي نفوت على جوجل هون في باركود بدنا نشوفها على جوجل، وصدقوني يمكن اكثر دقه من جوجل، اوقات بصير في تربط بس انه لحد هلا العمل كان بشكل احترافي كثير كبير. انا بتشكرك استاذ عبد الله. بدي اشكر كمان السيدة ريتا مكرزي، فعلا هالامرأة الجبارة اللي اعطتنا هالفكرة الحلوة والقيمة والانسانية، ونحن كنا بالترحاب، ونحن بنتمنى مش بس نعمل هذا الحيط، نعمل كل الحيطان الموجودة بالديكواني. وانا بخص اذا فينا كمان نطلع على منطقة راس الديكواني بالتحديد لنتعامل نحن وياكم، مين بحب من الشركات الخاصة كمان يقدر يتعامل معنا، كمان نحن نكون من الشاكرين لهم. بدي خص كمان بالذكر كل مدير، اما كل عضو مجلس اداره، اما كل موظف من شركه الفا ومن شركه ابو عضل، لان كان التعامل نحن وياهم بتصور ما بعرف وين اني انا مسافر، انه كان كل خمس دقائق، اما كل 10 دقائق، اما كل نص ساعه كان التواصل مستمر بادق التفاصيل من الكلمه، من امور تقنيه كبيره وامور صغيره جدا جدا. فانا بهنيكم كشركه الفا كشركه فولتار على هالعضاء من الاداره والموظفين والمدراء اللي عندكم، بنشوف حالنا فيهم. واخيرا كمان بدي اشكر المجلس البلدي ونائب الرئيس وجميع المخاطير، وبدي حدد هون بالذكر مير نصير عضو مجلس بلدي، الامراه الوحيده في المجلس البلدي الديكواني، وان شاء الله وقت يكون الكوتا النسائيه مواخذه رح يكون روح مجلس النواب، ما عليك انت ادرى بالموضوع، ان شاء الله اذا كان 30% 30% يعني عندنا اربع من خمس نساء في المجلس البلدي، هذا امر يمكن يحيي يمكن يدمر، بس اكيد بيحيي اكيد بيحيي. الله يخليكم. الله يخليكم. انا بتشكركم، بدي قص الشكر هون اللي دائما تعبهم صوتي عالي عليهم، هن شرطه بلديه الديكواني. عاشت وزارة الاتصالات، عاشت شركة ألفا للاتصالات، عاشت شركة غلدال، عاشت الجمعية اللبنانية للتوحد، عاشت بلدية الدكواني ليحل لبنان أفضل بأبنائه، وشكراً.